صباح الخير وأهلا فيكم بفقرة التغذية ضمن برنامج مطبخ رؤية. اليوم رح يكون موضوعنا عن بذور التشيا. كتير بنسمع عن فوائدها الغذائية وكتير بنسمع إنه فيها كمية مضادات أكسدة عالية، بس اليوم رح نحكي بالتفصيل عن هاي الفوائد الغذائية. طبعاً تشتهر نبتة التشيا واللي هي بذور صغيرة الحجم لونها ما بين الأسود للأبيض بوجودها بأمريكا الجنوبية. هن أول أشخاص بلشوا يستخدموها لأنها فيها نسبة عالية جداً من البروتين. كلمة تشيا يعني القوة، فإذاً أنا لما أخذ هاي البذور عم بعطي جسمي نسبة عالية جداً من البروتين بالإضافة لمضادات الأكسدة اللي أكيد رح تخلي جسمي يكون أقوى وبنفس الوقت يقدر يحارب الجذور الحرة اللي موجودة عندي بالجسم. لنبلش ونحكي عن الفوائد الغذائية. طبعاً كتير منا بيهتم بفائدة إنها جيدة لخسارة الوزن، وهذا الإشي صحيح. إذا بنطلع على كوب من بذور التشيا اللي محطوطة مع المي لمدة لا تقل عن 6 ساعات، بنلاحظ إنها هلامية، وهذا هو الشكل الصحيح اللي لازم أنا أستهلك فيه بذور التشيا. لما أنا أستهلكها بهذا الشكل عم تعطيني نسبة ألياف كتير عالية بالإضافة لمضادات الأكسدة. هاي الألياف رح تعطيني الشعور بالشبع لفترة أطول، فأنا رح أشعر بالشبع لفترة أطول وبنفس الوقت رح تقلل من امتصاص الكوليسترول الموجود بالأغذية. كتير بسمع أشخاص إنهم بيستهلكوا معلقة من بذور التشيا، بس أنا ما بحتاج بس معلقة صغيرة باليوم، أنا بحتاج لمعلقتين من الطعام يومياً لأخذ الفوائد الغذائية إن كان لخسارة الوزن أو محاربة الجذور الحرة. فإذا إحنا بنحتاج لمعلقتين طعام باليوم نحطهم بكاسة مي، يفضل إنها تكون دافية، نستهلكها صباحاً على الريق لحتى جسمي يقدر يمتص كل الفوائد الغذائية وبنفس الوقت أخذ أكبر عدد ممكن من الفيتامينات والمعادن. طبعاً نحن ما حكينا لسه عن كل فوائد التشيا الغذائية. نحن أكيد ذكرنا عن خسارة الوزن، بس أكيد لسه ما حكينا عن الأوميجا 3. كتير بنسمع عن زيت الأوميجا 3 إنه هو دائماً موجود بزيت السمك، بس هذا المصدر الحيواني للأوميجا 3. في عندي مصادر نباتية، والتشيا تعتبر أهم البذور اللي بتعطيني نسبة عالية جداً من زيوت الأوميجا 3. لما بنحكي عن زيت الأوميجا 3 نحن بالعادة بنحكي عن زيوت مصدرها حيوانية، بس لما نحكي عن التشيا نحن عم نحكي عن أوميجا 3 مصدره نباتي. عشان هيك أنا بحتاج لكمية أكبر لأستهلكنا كمية نفس الأوميجا 3 الموجودة بالسمك. وأكيد ما ننسى إن إلها كمان فائدة غذائية بتقليل نسب الكوليسترول والترايجليسرايدز بالدم. لما نحن ناخذ هاي المادة الهلامية على معدة فاضية رح تؤدي إلى تقليل امتصاص الكوليسترول أو الدهون المشبعة الموجودة بالأكل، وطبعاً هذا الإشي بيؤدي إنه ارتفاع الكوليسترول والترايجليسرايدز بالجسم بيكون أقل. وما ننسى أكيد إنها بتحتوي على نسب عالية جداً من الكالسيوم، الفوسفورس، المغنيسيوم اللي أكيد مهمين جداً لبناء العظام والحفاظ عليها. رح ننصدم من معلومة صغيرة إنه معلقتين طعام من بذور التشيا بتحتوي على نفس كمية الكالسيوم الموجودة بكوب من الحليب، فهاي فكرة جيدة للأشخاص اللي بيعانوا من حساسية الحليب أو حتى عدم قدرة على هضم سكر الحليب، إنه نحن ناخد معلقتين طعام من التشيا لناخد الفوائد الغذائية وأكيد نبعد عن الأعراض اللي ممكن نشعر فيها. لحتى نشوف كمية الفوائد الموجودة فيها خلينا نطلع على اللوحة الغذائية التابعة لبذور التشيا. كل معلقتين طعام من بذور التشيا بيحتوي على 138 سعرة حرارية، 8.7 جرام من الدهون، 12 جرام من النشويات، 5 جرامات من البروتين، 10 جرامات من الألياف، 2 ملي جرام من الحديد، 180 ملي جرام من الكالسيوم، 115 ملي جرام من البوتاسيوم، وكمان 245 ملي جرام من الفوسفور. بعد ما شفنا هاي الفوائد الغذائية العديدة صار لازم إنه نحن نحطها ضمن نظامنا الغذائي الصحي، بس دايماً نحن بنحكي عن فوائد الأشياء، بس أكيد كل شيء مفيد ولكن ممكن إنه يكون له سايد إفكتس. للأشخاص اللي عم تاخذ أي نوع من المكملات الغذائية خاصة الحديد والكالسيوم، التشيا سيدز بتحتوي على نسبة عالية من الفايتيك أسيد. هذا الحمض ممكن يحد من امتصاص الكالسيوم والحديد اللي عم بيجي من المكملات الغذائية، فبدي أنتبه من استهلاكها بعد استهلاك المكمل الغذائي على الأقل بساعتين لثلاث ساعات.
أما الأشخاص اللي عم بيتعالجوا بأي أدوية بتعمل على تخثر الدم، فبدي أنتبه إنه التشيا سيدز لأنه فيها نسبة عالية من الأوميجا 3 رح تقلل من نسبة تخثر الدم ورح تعمل على زيادة سيولة الدم. فإذا فوائد غذائية عديدة موجودة بهاي النبتة السحرية أو البذور السحرية، خلينا نستهلكها على شكل يومي لنقدر إنه نحن ناخذ الفوائد الغذائية وأكيد نحافظ على صحتنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الفقرة الغذائية ضمن برنامج مطبخ رؤية.